роста عملنا очередь, اليوم продолжи, вернее, наше, أو بالأحرى نستمر في عملنا اليوم. نحن ننظر في المسائل المهمة لنشاطات بريكس في مجال الاقتصادي والإنساني، ونسمع تقارير الهيئات المختصة في مجموعتنا، رئيسة بنك التنمية الجديد، وكذلك رئيس الآليات المصرفية، وكذلك رئيس مجلس العلاقات فيما يخص الاقتصاد العالمي. لقد تحدثنا عن ذلك في الاجتماع المصغر. هناك تغييرات كبيرة تجري، والمراكز الاقتصادية أو المركز الاقتصاد يزاح باتجاه الدول النامية، وتظهر موجات جديدة من النمو قبل كل شيء في الجنوب العالمي والشرق، وكذلك في دول بريكس. وما يزال هناك بعض المشاكل والأزمات والتوترات، حيث يزداد أو يستمر الضغط في الديون لبعض الدول، وذلك بسبب المنافسة غير النزيهة، وبالتالي يتم تفتيت وتقسيم التجارة العالمية والأسواق، وهناك ذبذبة كبيرة في أسعار المواد الخام، وبسبب التضخم تنخفض الأرباح في بعض الدول، وكذلك يتم انخفاض استخدام المواد الخام لعام 2030، وهناك كذلك بعض المشاكل في مجال التغذية والطاقة، وبعض الدول تظهر الاستدامة في النمو، وذلك بفضل السياسات المتبعة. وعلى الآفاق الطويلة وعلى المدى الطويل ننتظر تطور ونمو، ففي عام 2024 و2025 يصل نمو مجموعة بريكس إلى 3.8 بزيادة الناتج المحلي الإجمالي ل 3.2 أو بين 3 و3.2، والقدرة الشرائية بنهاية عام 2024 ستصل إلى 36.7%، وهذا يزيد عن مقدارها لدى الدول السبع، حيث كان حوالي 30% في عام 2023. ذلك يزيد تزيد المؤشرات الأخرى بما في ذلك قدرة العمل، وكذلك لنتمكن من استخدام كل قدرات تنميتنا الدائمة والحفاظ على النمو الاقتصادي. علينا أن نكثف التعاون في التقنيات والتعليم، وكذلك استكشاف المقدرات، وفي التجارة وال المال والضمانات. لذلك نقترح إجراء منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم اقتصاداتنا الوطنية، وتؤمن الموارد لدول الجنوب العالمي والشرق. وقد تمكنا من مناقشة وموافقة الكثير على الكثير من المبادرات، والحديث يدور عن
القيمة المضافة وكذلك زيادة التجارة الإلكترونية وكذلك التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة وبناء على مسارنا في إقامة منظومة أكثر عدالة وقواعد لعبة واضحة لكل الدول. فسننظر في تعاون دول بريكس مع منظمة التجارة العالمية، وإضافة إلى ذلك نحن ننظر إلى المنظومة الاقتصادية بحيث نتمكن من تخطي كل الصعوبات فيما يتعلق بالمنافسة في الأسواق. إضافة إلى ذلك هناك مجموعة بريكس التي تعمل في مجال المناخ وكذلك في أسواق الفحم والدراسات، وعلينا أن نزيد في تعاوننا في مجال توسيع التجارة الإلكترونية دون معوقات. فإن زيادة التجارة عبر الإنترنت يمكن أن يزيد في عدد الشكاوى والمخالفات، لذلك علينا أن ننظر في هذه المسألة وأن نطلق مخدمات أونلاين في مجال التجارة لنقوم في المستقبل من إقامة هيئة لحل كل المشكلات في هذا المجال قبل الوصول إلى المحكمة، إضافة من اتباع معاهدة لتسوية النزاعات والخصومات. وهناك حوالي 2500 منطقة اقتصادية، لذلك علينا أن نقيم الاتصالات المباشرة مع هذه المناطق لتتمكن هذه المناطق من إجراء مستودعات وعقد لوجستية لتحسن الجو التنافسي. إضافة إلى ذلك في مجموعة بريكس هناك الكثير من المنتجين، من أكبر المنتجين للحبوب والزيوت، لذلك نقترح إقامة معايير لإنتاج الحبوب، وكل ذلك يخدم في حماية الأمن الغذائي، ويمكن أن نحمي الأسواق الداخلية من التدخل الخارجي ومحاولات إنقاص البضائع بشكل اصطناعي. لذلك لا بد من إجراء أو إقامة هيئات خاصة بالإنتاج الزراعي والمنتجات بحيث تخدم المستهلك والمنتج، وخاصة في مجال الطاقة، وتعزيز الدراسات في مجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البيولوجي. وقد جرت الجلسة الأولى في هذا المجال في موسكو، ونحن نرى أنه من المهم إقامة منصة خاصة في بريكس للمعادن الثمينة وقبل كل شيء الماس، لتسوية كل عواقب أو العوائق. ولقد رأينا أن مركز عدم السيطرة الموجود في بريكس قد أثبت جدارته، وكل ذلك يخدم في إنتاج أو إنشاء جو من التنافس الشفاف. إضافة إلى ذلك لابد من العمل مع الخبراء في مجال الضرائب بين دول بريكس وإقامة
موارد أونلاين في مجال الضرائب. إضافة إلى ذلك يجب أن نعير الاهتمام الأكبر لزيادة التعاون في مجال النقل بين بلادنا، وهذا يعطي إمكانية أكبر لزيادة وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي. وقد جرى منتدى خاص في هذا المجال في العام الماضي ضمن مجلس العمل التابع لبريكس لإقامة منصات لوجستية دائمة تابعة لبريكس ومراقبة الطرق والمواصلات، و كذلك إنشاء مناطق تأمين للمواصلات. كذلك تحدثنا عن موضوع الصحة، وجرى اجتماع للوزراء المعنيين بهذا المجال، وعلينا أن نعمل في مجال الصحة، حيث أقيمت مجموعة في الطب النووي لإنتاج وابتكار الأجهزة أجهزة التشخيص والمعالجة. وقد جرى المنتدى الأول في سان بطرسبورغ في مجال الطب النووي، كذلك مركز الإنذار المبكر لانتشار الأوبئة، وكذلك مركز بريكس للحفاظ على الصحة الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات. وعلينا أن نعزز الإمكانات في ما يخص باللقاحات، وكذلك اللقاحات الخاصة بالكزاز وغيرها، وأن يكون هناك إمكانية أمام الطلاب والأطباء والعاملين في مجال الطب أن ينشروا تقاريرهم وأن يستفيدوا من التقارير المنشرة، وكذلك أن نستخدم الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات في هذا المجال. وهناك اهتمام كبير في مبادرة روسيا بإقامة مركز خاص بدراسات الذكاء الصناعي لكي لا يتم استخدام هذا الذكاء بشكل غير شرعي وغير قانوني، وإيجاد لوائح وقوانين أخلاقية باستخدام الذكاء الصناعي. ونحن نرحب بالاتفاق حول إقامة قواعد بيانات تعليمية من خلال زيادة شبكات الجامعات المتبادلة بين الدول، إضافة إلى يوم الجغرافيين بما في ذلك الرحلات الاستكشافية في المناطق المحمية في روسيا وغيرها. وقد في مجال العلاقات الإنسانية قد جرت المهرجانات، مهرجانات السينما وغيرها بشكل ناجح، كذلك الألعاب بريكس حيث جرت في قازان 5 مسابقات في 27 نوع من الرياضات، وقد شارك الرياضيون ليس فقط من مجموعة بريكس بل الرياضيين من أكثر من 80 دولة. ولدى روسيا قاعدة بنية تحتية متطورة في هذا المجال، ولهدف تطوير ألعاب بريكس نقترح وضع برنامج بين الدول ليعمل في مجال تنفيذ المشاريع في الرياضية. وفي العام الجاري قد زاد الحوار والنقاش بين البرلمانيين وكذلك بين المشرعين في دول بريكس.
إضافة إلى التعاون بين الإدارات المحلية للدول، كما ناقشنا التعاون في التطوير والتنمية المستدامة في البنى التحتية والإدارات المحلية وتحسين الخدمات. أصدقائي الأعزاء، أشكركم على الاهتمام.